السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروق شمس 28 رمضان الموافق 2/6/2019. اليوم الشروق كان فعلا في أشعة الشمس واضحة. فحبيت أشارككم الشروق في صندوق الوصف. حتلاقي كمان تسجيل لشروق 25 رمضان. هو شخصيا الشروق الأقرب بالنسبة إلي حسب توقعاتي، إنه كانت ليلة القدر في 25 رمضان إن شاء الله. طبعا طبعا بالنهاية مستحيل بيتم التأكد فعليا من ليلة القدر، لأن فقط كل الأشياء تخمين واعتقادات واجتهادات. فإن شاء الله يعني على العموم إنه الله يرزقنا ليلة القدر ويرزقنا قبول الأعمال إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر إن شاء الله. بتمنى عيد جميل للجميع بإذن الله عز وجل، وشكرا لكم.